مصانع للأبطال، اللهم تغمد كل الشهداء بواسع رحمتك وألهم عائلاتهم وأحبابهم وأصدقائهم الصبر والسلوان. تشوفوا الكلمات عائلات الشهداء يعني في منتهى القوة، يعتقد البعض إنها يجب أن تكون في منتهى الضعف يعني مع حالة الأحزان، لكن لا، بتشوفوا الحالة العكسية، كلمات أقوى من الرصاص، مصانع أبطال كما وصفتها. كمان زي ما قلت محمد وهبة تاني، لأنه الأغنية اللي غناها محمد وهبة اللي استمعنا إليها منذ قليل هيغنيها الفنان والمطرب الأستاذ مصطفى قمر. أستاذ مصطفى معانا، أستاذ مصطفى أهلا بيك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أهلا بيك أستاذ مصطفى. يعني جات لك الفكرة ازاي يعني تأثرا باستشهاد الشهيد وإعجابا بأنه شهيد يستخدم لغة السلاح ولغة الفن أيضا، هل ده اللي حفزك؟ بص، أنا اللي حفزني هو يعني أخويا ابني قريبي، هو ما يقرب لي، بس هو فعلا يقرب لي، يقرب لي إن هو بيدافع عني، هو بيحميني، هو زيه زي كل اخواته وكل الناس اللي بتقف تضحي بحياتها عشان. لازم نفهم الحكايه دي، ان الشغلانه دي شغلانه ليها قيمه وليها ثمن عند ربنا كبير. فانا انا اللي متاثر بيه واللي مضايقني ان الناس دي ملهاش اي ذنب، يعني الناس دي يعني بتدافع عننا. هو اللي بيختار الناس دي بيختارهم قاصد، لان هم دول واقفين في وشه. احنا بنروح نتفرج على التلفزيون وبنمشي في الشارع مرتاحين. يا وائل، احنا ما كناش عارفين نقضي يوم جمعه عادي. انا كان نفسي اقضي يوم، كان نفسي اقضي يوم جمعه عادي، كان نفسي. لما الامان دخل لنا، الامان دخل لنا، احنا يعني نكاد نكون مش حاسين بقيمته، قاعدين نتكلم على حاجات ثانيه مضايقانا، حاجات تعبانه. طب معلش، واحده واحده، كل حاجه هتتعمل واحده واحده. البلد كلها يعني فيها ملفات كتير جدا محتاجه شغل، ومحتاجه ناس تقضي ليل نهار، تبعد عن بيوتها وعن ولادها زي اللي حصل بالظبط ده. فانا اتاثرت بحاجه، ان هو ان الكلام اللي كاتبه ده يعني اخر كلام كتبه الله يرحمه واتلحن يعني. فانا لا، انا عايز اقوله عن لساني. انا هاخد الغنوه دي، هعدل في اللحن بتاعها وهغنيها، لان انا بجد انا يعني هو هي مش حاجه، هي يعني مش حاجه ذات قيمه كبيره انا شايفها يعني بالنسبه لي انا يعني، لكن انا عاوز انقل كلامه للناس، عاوز احسسه الراجل اللي بيقف يدافع عننا ده، ده الكلام اللي كان جواه طبعا. ده وبعدين هو يعني مقاتل يستخدم لغة السلاح وفي نفس الوقت يكتب أغاني ويغنيها ويلحن بهذا الشكل، وكل الأغاني أيضا لمواجهة الإرهاب والكراهية والفتنة الطائفية، يعني كل معاني الكلمات اللي بيكتبها يعني. بالظبط بالظبط. وبعدين أنا هقول لك، إحنا لازم كلنا، أنا يعني أنا اللي مضايقني عندنا احنا كمصريين، السلوك كل واحد لازم يبدا يعمل حاجه. انا من لغايه دلوقتي تبص تلاقينا برضو عادي جدا، بنكسر اشارات بلف الشارع، بنقف لو عدينا على لجنه مثلا بنحاول نكون، مش كل الناس طبعا، تلاقي الناس برضو ساعات شويه يعني عامل مشاكل. لا، راعي ان الراجل اللي واقف ده في الساعه الحر سايب بيته واقف عشان يحميني انا، ادي له رخصي عادي، ادي له طاقه، يسالني ارد عليه كويس، ابتسم في وشه، اقول له كلمتين كويسين، ادعي له. احيانا بعمل كده في اي لجنه بقابلها يعني يعني انا شايف ان احنا لازم بجد نقدر قيمه وجود امن موجود في بلدنا. طبعا ودي حاجه لو بصينا حوالينا هنفهم يعني ايه ان بلدنا فيها امن. بشكرك أستاذ مصطفى، ألف شكر.